93.5 5.2% و5.6 طريق السلامة. ترافقكم السلامة تيلة ثنيتكم الكل يا ربي، وربي يكون في عونكم الناس الكل إن شاء الله نهيركم زين. كما العادة باش نقترح عليكم دبارة هاو كلمة زين ما حضرش الفطور، باش نقترح عليكم اليوم تشيش بالقرنيت الشايح تتسويتا. دبارة اليوم، دبارة اليوم. سيد المخرج قال لي وقتيش وقتيش باش تعمل هنا، مش انا باش حضرها ولكن الشيف وفاء كمون هي اللي باش تعطينا المقادير. مرحبا يا شيف. مرحبا، صباح الخير، شنو حوالكم؟ الحمد لله نفرحوا برشا كي نسمعوا لي نتوما لاباس اليوم باش تحضر لنا دباره مزينه برشا وبنينه برشا برشا بالاخص تشيش بالقرنيت الشياح. اي لله، صعيبه ولا سهله؟ قل لي من الاول. لا لا والله سهله، راه سهله برشا. نشوف نوريه قالت لي مش برشا. ترا قول لي. لا 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 سهله باه، هو راهو اول حاجه راه تنجم تعمل بالقرنيت العادي، اما البنه نتاع القرنيت الشايح وحده وحدها. ايوه هي هذه، خلينا نقولوا هي هذه اكله صفاقسيه 100%. اي هي هي صفاقسيه قرقنيه. اي ايوه هي قرق ما تبع ولايه تصفيق. باهي برشا باه. اول حاجه يا يعني نشري ولا قرنيت شاح، يعني هم شنو نعطيكم طريقه كيفاش نشيحوها احنا القرنيت. باهي برشا باه. ناخذ قرنيطه بيان سور نصبطوها ونعملوا اللازم نتاعها الكل، نملحوها ونخليوها في الملح، في الملح نتاعها ليله كامله. ليله كامله في ملحها باه. باه. من غدويك تو نلقاو الماء سايبه الماء نتاعها، نبزو هكا الماء اللي نصفيو القرنيطه ونبزو الماء اللي صفيته اللي اخر اللي خرجته القرنيطه. وبعد خليوها تشيح تشيح هكا تو تقعد انت والطقس، تو الطقس سخون تشيح في ساعه في ساعه، نهايرين تلقاها شايحه. نهايرين واضحه، نهايرين نلقاوها شايحه امورها واضحه. تشيح تشيح تولي يابسه. باهي برشا. اي شايحه القرنيطه باهي قبل بليل، شايحة القرنيطة نتاعنا تو قبل بليلة ملي باش نطيبو تشيش. أيوة. ناخذ القرنيطة نتاعنا شايحة، نغسلوها من الملح نتاعها. أيوة. ونحطوها ليلة كاملة في الماء زادا. هي هكاكا تو ترجع، ها ترجع لل كيفاش نقول للحجم هاللوناني بالكل. واضح. أيوة. تو نقص القرنيطة نتاعنا طرف طرف ونخليوها على جنب. أيوة. ناخذ الطنجرة نتاعنا نصبوا فيها زيت ونقليو فيها فلفل احمر شايح. وبعد نهزوه هكا الاحمر اللي قليناه باه، ونقصوا بصله ونحطوها تتقلى وقت تذبال البصله، نزيدوا القرنيط نتاعنا ونخليه يتقلى. بعد نزيدوا طماطم معجونه، فلفل احمر وفلفل اكحل، نمطوهم شويه باش الفلفل الاحمر ما يتحرقش. وتو نشدوا هكا المهراس نتاعنا، نحطوا فيه شويه ثوم وتبل الكرويه والفلفل الشايح اللي قليناه اول حاجه. الله، ونهرسوهم. ريحه الفاح نشم فيها في لونتين وليت. الله ريحه بنينه برشا. ريحه بنينه برشا. وبعد كمل. وبعد نزيدوه للمرق نتاعنا هذاك اللي هرسناه، ونحطوا معاها شويه هريسه عربي، ونمرقوه مره اخرى. نمرقوا تو كي يغلي المرق نتاعنا، نحطوا تشيش هكا على كل فرد، نحطوا مغرفه ماكله تشيش. على كل يعني فرد عندنا في العائله نحطهم مغرفه. ايه كهو تو نحطوا يغلي 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 تقريبا ساعه لين القرنيط نتاعنا يطيب كهو. بعد نطفيو عليه ونرشوا عليه شويه شويه، والا وكاله شويه نحطوا له زوز مغارف ما يسالش. لا لا هكاك تولي عاقده باش ما تجيناش معاقده. باش تجينا واضح كم اللي ياكل اللي فما هذيك. واضح يا لله، يعطيك الصحه. شكرا ليك يا شيف وفاء كمون، شكرا على الدباره البنينه. يعطيها الصحه، يعطيها الصحه شيف وفاء. جربوها الدباره والا اكيد راكم مجربينها. قولوا لنا شنو تحبوا غدوه ان شاء الله الحي نحكي، والا عندكم دباره انتم زاده تنجموا تقدموا الدباره تكون انتم زاده اللي شيف نتاعنا. مرحبا بكم على 72 280 300 شوي اخر طلع عليكم ماني تعالى في موجز باهم الاخبار الجهويه الوطنيه وكذلك العالميه. راديو كاب اف ام.